زرع الدفينة سلام عاتر وله هريج من الأعلى. معالي السيد البروفيسور محمد الفاتح إسماعيل رئيس لجنة العلم. ربنا ما خلقت هذا باطلا صبحا. وأن يكون أحد الشركاء من تركيا بلد السحر والجمال والجلال والدلال، هذه البلاد كانت أيضا في نقلتها الحضارية عبر دور الشباب الخلاق، فإن القسطنطينية فتحت على يد محمد الفاتح الذي لم يتجاوز عمره 23 سنة، وصح فيه الحديث النبوي لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. ولقد تاقت نفس أبي أيوب الأنصاري أن يكون صاحب هذا الفضل، فادخره الله تعالى لهذا الشاب الذي جدد لنا عهد الشباب لنصل الماضي بالحاضر ونستشرف من خلاله المستقبل. إن السماحة والمروءة والندى لمحمد بن القاسم بن محمد قاد الجيوش 17 حجة يا قرب ذلك سؤددا من مولده. الشباب قوة بين ضعفين، ضعف الطفولة وضعف الكهولة، وهم حاضرنا ومستقبلنا كذلك، ولذلك أن نعنى بهم في إعداد القوة. والقوة جاءت في كتاب الله منكرة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لتشمل كل أنواع القوة، قوة العقيدة والإيمان، قوة الوحدة والترابط، قوة الساعد والسلاح، قوة العلم، قوة الإرادة، قوة الإدارة، قوة التخطيط، قوة النظام، كل أنواع القوة المادية والمعنوية التي ينبغي أن يأخذ الشباب بأسبابها، وأن لا يجعلوا القوة عبارة عن جزر معزولة عن بعضها البعض، وإنما يأخذوها بشمولها وكمالها وتمامها.